بسم الله الرحمن الرحيم، نكمل شغلنا في حل المسائل على الحس الكهرومغناطيسي. المسألة اللي عليها الدور هي المسألة رقم 10 في صفحة 228 في كتاب الامتحان. في المسألة بيقول لك ملف دائري مساحة مقطعه كذا وعدد لفاته 150 مقاومته كذا. تعالوا نكتب كده، مديك مساحة المقطع ومديك عدد اللفات ومديك المقاومة الكهربائية بتاعت الملف. قال لك فإذا كان مستوى هذا الملف عمودي على مجال مغناطيسي، يبقى مبدئيا ان السيتا واحد بتساوي 90، علشان انا بكتب سيتا واحد ليه؟ علشان خاطر ممكن يقول لي احنا دورناه او حركناه او قلبنا الفيض، يبقى انا ساعتها في سيتا 2، فانا بالتالي بكتب سيتا واحد. طب قدر في المساله ما غيرش في السيتا، خلاص يبقى الفاي بيساوي اي بي، لان الزاويه ثابته بكام؟ ثابته ب 90. نكمل. قال لك مستوى هذا الملف عمودي على مجال مغناطيسي منتظم، يبقى السيتا 90، كثافته كذا، يبقى الفيض اللي هو عمودي عليه بيساوي كام؟ 8 في 10 اس سالب 5 تسلا. اوجد كميه الشحنه الكهربائيه، يبقى عايز الكيو بتساوي كام؟ لما يكون الزمن بيساوي 3 من 10 سكند. بيقول لك اوجد كميه الشحنه الكهربائيه التي تسري في هذا الملف عند ابعاده عن المجال خلال 3 من 10 سكند. طيب الحل. مبدئيا الحاجات اللي قدامي ديت علشان اطلع منها معلومه لازم اكتب القانون. هاجي اقول له اي ام اف بتساوي سالب ان في دلتا فاي ام على دلتا تيم. تعال نشوف ايه المعطيات اللي موجوده وايه اللي مش موجود. انا بعلمك تحل، خد بالك. الان موجوده، الان موجوده فوق اهي، خلاص علم عليها صح صغير كده. الدلتا تي، قال لك الدلتا تي موجوده هي 3 من 10. طيب والفاي، هل الفاي معلومه؟ قال لك لا، الفاي مش معلومه، بس احنا ممكن نفكها. هنفكها ازاي؟ قال لك بحالتين او بثلاث حالات كمان، يا اما A في دلتا B، يا اما دلتا A في B، يا اما A في B في التغير اللي هيحصل في الزاويه. طب هو في المساله هنا هاخد انهي واحده من الثلاثه؟ قال لك نقرا المساله، نبص كده. قال لك ملف مساحته كذا وعدد لفاته كذا ومقاومته كذا، فاذا كان مستوى هذا الملف عمودي على فيض كثافته كذا، اوجد كميه الشحنه التي تسري في الملف عند ابعاده عن المجال. يعني ايه ابعاده عن المجال؟ خد بالك هو كان موجود في مجال كثافته اهي، وقال لك انا بعد كده همسك الملف وابعده عن المجال. يعني ساعتها بقى لما ابعده عن المجال، الكثافه اللي بتاثر عليه او الفيض اللي بيأثر عليه كنت بكام؟ صفر. انا بقول لك انا ابعدته عن المجال، يعني البي 2 والفاي 2 بتساوي كام؟ بتساوي صفر. يبقى انا عندي بي 1 اهي، وهيبقى عندي بي 2 اللي هي هتساوي صفر، فانا استخدم مين؟ استخدم القانون ده. اقول له اذا اي ام اف هتساوي سالب ان في الاي في الدلتا بي على دلتا تي. هنفك الدلتا بي الى حاجتين، بي 2 ناقص بي كام؟ ناقص بي 1. بي 2 بكام؟ بزيرو، لان قال لك ابعدت الملف عن المجال، يعني ما عادش في مجال بيأثر عليه. طب بي 1 بكام اهي؟ 8 في 10 اس سالب 3. طب والدلتا تي اهي 3 من 10. طب والان معلومه فوق، انا مش عارف كان قايلها بكام؟ الان طبعا مش فارق معانا القيم، يعني كان قايل لك 150. طب والمساحه؟ كان بيدينا المساحه بطريقه مباشره برضه، قال لك كذا متر مربع، 0.045 متر مربع. كل اللي على اليمين معلوم، هنحسب منهم مين؟ الاي ام اف. طب ما تيجي كده نشوف الاي ام اف اصلا بتساوي ايه؟ اللي هي المستحس، هتساوي التيار المستحس اللي اتولد في الملف في مقاومه الملف، يعني الجهد بيساوي التيار في المقاومه، ده قانون معروف. طب هو مش عاوز التيار، هقول له خلاص يبقى الاي ام اف بتساوي شيل التيار وحط لي قانون يجيب لك كميه الشحنه، لانه عايز كميه الشحنه. اقول له بتساوي كيو على تي او كيو على دلتا تي في ار. الار معلومه معطى في المساله اهي يا جماعه. والاي ام اف انا لسه حاسبها من هنا اهو. طب والدلتا تي ما هي موجوده في المساله 3 من 10. من هنا قدرنا نحسب مين؟ نحسب الكيو بتساوي كذا. وكذا ايه يا جماعه؟ كذا كولوم او الوحده اللي انت هتكتب بيها ايه؟ نانو كولوم او كولوم. طيب مساله كمان برضو من المسائل المشهوره على الجزء ده، اللي هي مساله العقرب، عقرب السواد. قال لك لوحظ تولد فرق جهد. لوحظ تولد فرق جهد مقداره. يعني ايه تولد فرق جهد؟ يعني الاي ام اف بتساوي القيمه اللي هو مدالي 5.5 في 10 اس سالب 3 فولت. ما هقول لك لما يقول لك لوحظ تولد قوه دفعه كهربيه، هي بتتولد ازاي؟ بالاي ام اف، بتتولد بالحس الكهرومغناطيسي. فلما يجي يقول لي لوحظ تولد جهد، يبقى هي يقصد بيها الاي ام اف المستحس بين طرفي عقرب سواد. يبقى انا كده عندي ساعه كده وفي عقرب ثواني هيتحرك، ادي العقرب بتاعي.
قال لك بقى كده ايه؟ بين طرفي عقرب سوين في احد الميادين نتيجه تعرضه لمجال مغناطيسي عمودي عليه. يعني نقدر نقول ان المجال المغناطيسي عمودي عليه كده، خلاص المجال المغناطيسي عمودي عليه اهو. قال لك فاذا علمت ان التغير في المساحه التي تقطع خطوط الفريق نتيجه دوران عقرب الثواني هو كذا، خد بالك بقى من المثال، اذا علمت ان التغير في المساحه، يبقى دي مش المساحه، دي التغير، التغير اللي احنا بنقول عليه بنقول عليه دلتا، يبقى دلتا ايه؟ بتساوي كام؟ 11 على 14 متر مربع. الدلتا دي يعني هي كانت بقيمه واتغيرت لقيمه ثانيه، الفرق ما بينهم اهو 11 على 14 متر مربع. طب هو يعني ايه تغير في المساحه؟ قال لك مش العقرب ده بيلف اهو كده كده، يبقى مثلا لو هو وصل هنا يبقى دي المساحه اللي هو قطعها، دي المساحه اللي قطعت الفيض، خلاص كده؟ اللي هي المساحه اللي قطعها مين؟ اللي قطعها الراجل ده علشان يقطع الفيض، فدي المساحه. فبقول لك لاحظ بقى ان التغير في المساحه دي بيساوي 11 على 14 ايه؟ متر مربع. قال لك بعد كده احسب كثافه الفيض المؤثر، كثافه الفيض المغناطيسي المؤثر، بس في ملحوظه انا نسيت اقراها، بقول لك ايه بقى؟ اذا علمت ان التغير في المساحه التي تقطع خطوط الفيض نتيجه دوران عقرب الثواني دوره كامله. يعني المفروض لو العقرب بدا من هنا هيلف دوره كامله كده اهو وبعدين يرجع هنا. يبقى خدوا بالكم هو قطع المساحه ايه؟ المساحه بتاعت الدايره كلها. والناس قالوا لي ان الدلتا ايه بتساوي 11 على 14 متر مربع. طيب انا علشان احسب هقول له طبعا الاي ام اف بتساوي سالب ان في دلتا فاي ام على دلتا تي. وهو عايز يحسب مين؟ عايز يحسب كثافه الفيض. هقول له مفيش مشكله، الاي ام اف انت مديني في المساله ب 5.5 في 10 اس سالب 3، الكلام ده بيساوي ال ان بكام؟ قال لك ده عقرب، عقرب ثواني، يعني ال ان بتاعته بكام؟ بواحد، خلاص؟ هضرب فيه الدلتا تي بكام؟ الزمن بكام؟ قال لك عقرب ثواني ولف لفه كامله، يبقى كام ثانيه؟ 60 ثانيه، يبقى الدلتا تي بتاعتي بكام؟ ب 60. طب والدلتا فاي؟ قال لك الدلتا فاي هفكها الى حاجه من الثلاثه اهم، شوف انا بكتبهم لكم ازاي عشان وبكتبهم لكم في كل مساله اهو، ايه في التغير اللي حصل في كثافه الفيض؟ او البي في التغير اللي حصل في المساحه، او الاي والبي ثابتين وغيرنا في الساين. في الحاله دي انهي انسب من الثلاثه؟ قال لك هو انا غيرت في المساحه؟ غيرت في كثافه الفيض؟ لا ما غيرتش في كثافه الفيض. طب انا غيرت في المساحه؟ قال لك اه عشان اديك الدلتا ايه؟ يعني انا مغير في المساحه. يبقى القانون عباره عن دلتا A والبي. طيب هقول له الكلام ده بيساوي سالب 1 في المقام ب 60 البسط الدلتا A هي 11 على 14 والبي ثابته زي ما هي، كل حاجه معلومه اقدر احسب منها مين؟ اقدر احسب منها كثافه الفيض المره. كده فاضل لنا مساله من اهم المسائل اللي موجوده على قانون فاراداي، اللي هو لما يجيب لي ملفين اتعامل معاهم ازاي؟ انا عايز اخليها في فيديو لوحدها لانها مساله مهمه يعني هقول للناس عليها انها مهمه جدا، لاني موضوع الملفين دول بيلخبط الطلبه. الطالب بيتلخبط بيجي يقول لك انا عندي ملفين كل واحد فيهم تيار، كل واحد فيهم عدد لفات، كل واحد له مقاومه. فلما يجي يقول لي احسب التيار مثلا المستحث، يبقى التيار اللي ماشي في الاول ولا في الثاني؟ طب مين فيهم اعتبره ابتدائي ومين فيهم اعتبره ثانوي؟ فاذا كل الحاجات دي احنا محتاجين نستفها تستفه كويسه كده علشان لما يجي لك مساله من النوعيه دي تقدر تتعامل معاها بسهوله. ان شاء الله اشوفكم في الفيديو اللي جاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.